طبعا المعوقين مال الارضيه والنواحي جاي يعيشون معاناه بسبب التعامل. اغلبيه البلديات ما يحترمون المعوقين. اليوم دخلنا على استاذ حيدر وسوالنا كتاب يستلمون المعامله مال اللي جوه 18 القاصر، والمختل يستلمون معاملته، والما عنده شيء مخالفه قانونيه الا تخصيصات باقرب وجبه، اقرب وجبه يستلم القطع. والحديث للاستاذ حيدر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان مدراء المؤسسات البلديه في عموم محافظه بيقار، حسب التوجيهات الصادره من وزاره البلديات وحسب التوجيهات الصادره من محافظه بيقار، وبناء على المطالب المقدمه من الاخوه اصحاب الاحتياجات الخاصه على جميع المؤسسات البلديه استلام معاملات تخصيص قطع الاراضي للذين وردت هناك تعديلات في التعليمات الخاصه بهم لوجود دراسه خاصه في وزاره البلديات في هذا الموضوع. اما الاخوه الذين لا توجد لديهم مشاكل فلهم الاسبقيه في التخصيص، وندعوهم ان تكون هنالك معامله خاصه بهذه الشريحه المحترمه، وان تكون معاملتهم اسبقيه في استلام المعاملات، وعلى جميع المؤسسات ان تكون هناك معامله خاصه بالاخوه ان شاء الله. نتمنى الموافقه للجميع والتعامل، وشكرا لكم.